أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عِلِّيِّينَ ألا إن كتاب الأبرار لفي عِلِّيِّينَ وما أدراك ما عِلِّيُّونَ كتاب مرقوم يشهده إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عِلِّيِّينَ وما أدراك ما عِلِّيُّونَ كتاب مرقوم كتاب يشهده المقربون إن الأبرار لفي إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ على الأرائك
تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق ممدود ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تأكلون التراث إلا لما وتحبون المال حبا جما كلا كلا إذا تكت الأرض دكا وجاء ربك والملك
وجاء ربك والملك صفا صفا. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس إن ترجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. اللهم إنا أهدينا ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا آتية واصلة إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى من كانت بسببه القراء. اللهم ارحمه وتجاوز عن سيئاته. اللهم أسكنه فسيح جناته. اللهم ألهم أهله الصبر والسنوان. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان غير ذلك فتجاوز اللهم عن سيئاته. اللهم أبدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم
أفسح له في قبره كمد بصره جعل قبرا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والبهجة والبرحة والفسحة والسرور واجعله من أهل طاعتك يا غفور اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله ولجميع موتى المسلمين اللهم ارحمهم رحمة واسعة يا كريم وتجاوز عن سيئاتهم يا رحيم واجعلهم في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة زيتا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذكره الكرام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وكذا يرتد الايمان والاسلام استمعنا من ايات الله البينات تلا علينا فضيلة القرار الباشر مصطفى الفشني القارئ زعيم جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي الاذاعة الصوتية والانوار الكهربائية ومخازن فراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع انحاء الجمهورية والخدمات الفقهية الممتازة إدارة الحاج كارم القرشي وأولاده مع المقيمين لمدينة الأناطر الخيرية إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.